ألو، إيه بابا؟ نحن ما رح نقدر نجي اليوم، قلت لخبرك بنتي. ليش خير بابا؟ شو صاير؟ نحن بالمشفى. كيف؟ لا تخافي، نحن مناح، ما فينا شي. عم دقلك لأنه لازم نضل هون للصبح، بس إجي بحكي لك. تاني منامت؟ إيه نامت. طيب حبيبتي، قفلي الباب منيح ولا تفتحي لحدا، بحكي معك الصبح. ماشي بابا، تصبح على خير. وأنتي بخير. خبرت داملة. إذا بدك فيك تروح، لا تستناني، رح ضل هون الليلة. ما في داعي نحكي أكتر، قلت لك رح أبقى هون. بعدين خبرت داملة، يعني ما في مشكلة. طيب، شكراً. يلا. ايه. نيكو. اخي. كيف صارت ستي؟ جين، كيف ستك؟ شو صاير معها؟ ما بعرف، لساتها جوا. عزراء؟ عزراء؟ عزراء، رح استنى برا. ماشي. عزراء، نشغل بالنا عليكي. بعرف، حكيت مع خالي فريدة، سامحوا. حدا يفهمني شو يلي وصل مرت عمي على المشفى؟ بعدين شو قلها شغل بموقلة وليش اجت لهون بدون ما تخبرنا؟ أكيد كله من تحت راسك، كل الحق عليكي. رحت اختفيتي فجأة والمرة المسكينة ضلت سنة عم تدور عليكي، وأكيد لما شافتك قدامها تعبت هيك. أمي، خلاص اهدي. صراحة اجت لهون مشان ترجعني، بس لما قلت لها ما بقدر ارجع تعبت.
عذرا، امتى اجت ستي لعندك؟ لا مو معقول اللي عم بيصير. دكتور كمال، لا تؤاخذنا، تعبناك بجاي لهون بهذا الوقت، اسفين. لا تحكي هيك، الست فريدة غالية علينا كلنا، بس عندي فضول اعرف شو اللي صار معها بالضبط لحتى وصلت لهي الحالة. انا قلت لها لازم تبعد عن الزعل وما تضايق حالها. وهلا كيف وضع، منقدر نشوفها يا ترى؟ طبعا فيكن تشوفوها، بس ما تطولوا عندها ولا تتعبوها لو سمحتوا. تمام. طيب امتى منقدر نطالعها؟ لازم تضل كم يوم تحت المراقبة، وضعها مستقر، رح ارجع اطمن عليها المساء قبل ما اروح. شكرا. شكرا. العفو، الحمد لله على سلامتها. ستي كيف صرتي؟ منيح. خليكي مرتاحة. مرتاحة عمي، خوفتينا عليك كتير، كيفك هلا؟ لا تخافوا علي، ما فيني شيء، أنا منيحة منيحة. ها؟ أنتوا شو عم تعملوا هون يا أولاد؟ لا توقفوا هنيك على الباب، تعالوا لهول لشوف، تعالوا لجنب. الله يسامحك سراب، ليش خبرتي عزراء وجينك وشغلتي لهم بالهم هيك؟ ستي شو قصدك؟ ابني انتو ما كنتوا بشهر العسل؟ ما كان في داعي تقطعوه مشاني. اه سراب، شوفي شو صار، ليش هيك صفنتوا كلكن؟ سراب ما في شي مرت عمي، بس استغربنا انك قلتي هيك. طيب بنتي هالمرة مشي الحال، بس كان احسن لو ما خبرتيهم. يلا ما بقى فينا نعمل شي، خلاص الاولاد اجوا. مرحبا يا جماعة، كيف صرتي ست فريدة؟ صاير شي مشكلة؟ لا، بس مرت عمي اتضايقت شوي لأنه خبرنا عزراء وجينك وقطعوا شهر العسل، كنا عم نحكي بهالموضوع. طبيعي كتير ازعل لأنه خربت على الأولاد شهر العسل. بسيطة، وهلأ كيف حاسة حالك؟ راسي عم يوجعني شوي مو أكتر. هاد شي طبيعي. طيب بتقدري هلأ تقلي لي نحن بأي يوم وأي شهر؟ إيه نحن بآب، معقول يعني انسى يوم عرس ولادي؟ طيب معلش تستنوا برا، بدي افحص الست فريدة مرة تانية. يا ربي كل هاد صار بسببي أنا، الحق علي. عزراء لا تخافي ستي، رح تتحسن أكيد. كيف صار هيك؟ والله مخي ما عم يستوعب، معقول سنة كاملة انمسحت من ذاكرتها؟ تمام إن شاء الله خير أمي، صار معها هيك من فترة، وأنت بتعرفي يمكن يكون هذا الشيء مؤقت. كمان أنت بتعرف شو اللي صار بهديك الفترة، ما هيك؟ الله أعلم شو رح يصير هلأ. كل الحق عليك يا عزراء، بس لو أعرف شو قلتي حتى وصلتي المرة لهالحالة. سنة كاملة وانتي مختفية، ولما رجعتي لقينا حالنا بالمستشفى مرة تانية. برافو امي، خلاص بكفي جينك مشان الله حاجة تدافع عنا بقى. والله ما كان بدي يصير هيك،
أنا آسفة كتير. بس أسفك هذا ما رح يحل المشكلة هلا، ما هيك؟ أمي. ليك يا أمي، خلينا نهدى ونستنى لنشوف، ما في شيء مأكد لحد هلا. من شو بدك تتأكد ابني؟ ما كل شيء مبين وواضح. ما أنك شايف المرة جوا؟ ما أنا متذكرة شيء، مفكرتكم متزوجين، مفكرة إنه لساتكم لهلا بشهر العسل. نحن أصلاً متزوجين. هذا اللي أنا عم أقوله. إيه؟ هذا هو قصدي. المرة نسيت كل شيء هلا، ما عندها علم لا بمارت ولا باللي صار بعدين، وهلا لما رح تسألنا شو رح نقلها يا ترى؟ شو الجواب اللي لازم نحكيه؟ هلا وقت نفكر بهذا الشيء؟ برأيي نحن لازم نرتاح شوي. أردا، طالع أمي شوي على الجنينة خليها تشم شوية هوا. وبس يطلع الدكتور بخبركم شو قال. ماشي.